السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. بداية نزف إلى الشعب المصري تهانينا وتبريكاتنا بانعقاد هذا المؤتمر والجهود المبذولة لإقامته قيادة وحكومة وشعبا. نزف هذه التحايا والتبريكات من اليمن السعيد قيادة وحكومة وشعبا بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظه الله ورعاه. اليمن التي لها اسم في الكعبة المشرفة، اسمه الركن اليماني. اليمن التي لها سيف مهند بتار، اسمه السيف اليماني. اليمن أس العرب وأساسها ومنبعها وجدها. نزف لكم من هذا الشعب العظيم كل الود والاحترام، ونقدر جهود وزارة الأوقاف بقيادة أخي وصديقي معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة على استمرار مثل هذه المؤتمرات في كل عام. أيها الحضور، إن بناء الدول مثل بناء الأجسام والقلاع، تحتاج إلى صبر ومثابرة، وهي تبدو في أولها في مرحلة الضعف، وبتكاتف الجميع ما تلبث حتى تصبح دولة فتية قادرة على تجاوز كل المحن والصعوبات. وقد أحسن ابن خلدون قديما في مقدمته وهو يقول: إن بناء الدول مثل مراحل الإنسان، تبدأ بالضعف من الأسفل وحتى الأعلى، ثم تعود للأسفل. والذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والحقيقة أن كلام ابن خلدون نستطيع أن ألا نجعل منه قاعدة مستمرة، بل نستطيع أن نجعل من هذه الدولة تبقى قوية متماسكة. وإن مقومات بناء الدولة من وجهة نظري ثلاث: أولها العدل، وثانيها الأمن، وثالثها التنمية. فلا تنمية بدون أمن واستقرار، ولا أمن بدون عدالة. وقد سئل أحد الحكماء: كيف تبنى الدول؟ فقال: عدلا في الرعية، وقسما بالسوية، ومراقبة لله في كل قضية. وقال الغزالي الأول: إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالعدل هو أساس الملك، ولو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، وعلى الظالم تدور الدوائر كما قيل قديما. فهو مسؤولية تشاركية في الحفاظ على كيان الدولة واستمراره. فإذا تحقق الأمران وهما العدالة والأمن، تحققت الثالثة وهي التنمية. توافد المستثمرون ورجال الأعمال وصناع الإنجازات الاقتصادية العملاقة، وانطلقت على عجلة التنمية. أيها المؤتمرون، إن الدولة الوطنية هي التي يتلاشى في ظلها كل الخلافات والنزاعات المذهبية والطائفية والحزبية والعشائرية، ولا تسمع سوى صوت واحد هو صوت الوطن لا غير. وهذا ما تؤكده شريعتنا، إذ أن مصالح الأوطان من عمق مقاصد الأديان. وإذا كنا نتحدث عن أسباب قيام الدول، ف
فهناك ثلاث معضلات تنقض عرى الدول وتمزقها، بل تجعل الديار من ساكنيها بلاقع. أولها الإرهاب، الإرهاب بكل أنواعه، من إرهاب الفرد إلى إرهاب الجماعة إلى إرهاب الدولة. الإرهاب الذي قوض قواعد كثير من الدول وخلق الفوضى، فهو لا دين له ولا وطن ولا جغرافيا ولا حدود. سفك دم المسلم كما سفك دم المسيحي، ولم يفرق بين ديانة أخرى، ولم يكن فاعليه يعتنقون ديانة بحد بعينها، بل شاهدنا أنواعا من الحوادث من شتى الملل والنحل والتوجهات للأسف الشديد. ومن أسباب نسف الدول والقضاء على أركانها أيضا وجود كيانات وجماعات مسلحة وميليشيات تنقلب على الحاكم الشرعي المنتخب والسلطة المنتخبة، وتستخدم السلاح في وجه من عارضها أو دافع عن الدولة. وهذه الميليشيات المسلحة تعاني منها كثيرا من البلدان وتسعى في تقويض كيان الدول والقضاء عليها. وكذلك من أسباب نقض الدول ونسفها عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين، إذ أن العالم اليوم محكوم بنواميس وسنن لا تتغير ولا تتبدل، ومنها عدم تدخل البعض في شؤون الغير، وكذلك إلزام الجميع بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان لضمان استمرارية مكونات الدولة. فلا بديل للدولة سوى الفوضى، ولا بديل للدساتير سوى براكين الإرهاب، ولا بديل للحاكم غير الفتنة الراقدة، ولا بديل لنفوذ السلطة سوى الجماعات المسلحة الإرهابية، ولا بديل للسلام سوى الحرب والخراب والدمار. كل ذلك أيها الإخوة لن يتم إلا برؤية واضحة في فقه بناء الدولة والحفاظ على مكوناتها الوطنية. ونحن في الجمهورية اليمنية نقف بقوة مع وثيقة القاهرة التي ستصدر عن هذا المؤتمر وعن هذا الجمع الكبير من صناع القرار والرأي والفكر في العالم العربي والإسلامي. نقف مع هذه الوثيقة لأنها تحافظ على أجسام الدول وعلى مكوناتها من السقوط والتدهور، ونؤكد بأن بناء الدول مسؤولية عالمية أكدت عليها الشريعة والعقل والمنطق والواقع. نتمنى لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح. أكرر شكري لمصر مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.